اسمح من رايحين لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي نستأنف مع الصفحة رقم 94 لاباج 94 كما لو نقول 24 ثم 14 ثم 14 24 20 تعني 20 24 كما لو نقول 14 ثم 14 إذا المجموع هو 94 إذا هذا الرقم يقرأ بهذه الطريقة 94 كما رأينا في الفقرة السابقة Evaluation et soutien تقييم ودعم Au début de la page on a lire et s'exercer في أول الصفحة عندنا lire et s'exercer عندنا قراءة أو تمرن ذكرنا فيما سابق بأن lire هذا فعل قراءة وذكرنا أيضا s'exercer المقصود به تمرن لكن كما قلنا بأن lire et s'exercer كما هو حال الكثير من الأفعال أن تأتي في محل المصدر طبعا بالمقارنة مع اللغة العربية أما في اللغة الفرنسية فهذه الأمور تفهم على حالها أما في اللغة الفرنسية فهذه الأمور تفهم على حالها سنبخونو لبخوني باغاف جولي لموكلي أنا أقرأ الكلمات المفاتيح جولي لموكلي أنا أقرأ الكلمات المفاتيح سنبخونو La première image. Que représente-t-elle? Que représente-t-elle? Mada tumathil? Que représente la première image? Mada tumathil? As-sura l'oula. Bien sûr, c'est un chou. Idan huwa malfouf kama nara. Si nous passons à la deuxième image. Qu'est-ce qu'on a sur la deuxième image? Mada indana ala as-sura tania. Qu'est-ce qu'on a Sur la deuxième image, ماذا عندنا على الصورة الثانية؟ Bien sûr, ce sont des oiseaux. Ce sont des oiseaux. Ce sont des oiseaux. هي طيور أو طائرين. بحكم أن في اللغة الفرنسية هناك المفرد وهناك الجمع. ليس هناك مثنى. إذا نتكلم عن des oiseaux. كما لو نقول طيور أو طائرا كما في الصورة. Passons à la troisième image. Que représente-t-elle? إذا ماذا تمثل هذه الصورة؟ Bien sûr, c'est une salade. C'est une salade. Il y a salata. Et enfin, on a la quatrième image. Que représente-t-elle? Que représente la quatrième image? Que représente la quatrième image? C'est un bon. Il y a قفزة. طبعاً في اللغة العربية نقول قفزة كلمة مؤنثة. لكن في اللغة الفرنسية هي كلمة مذكرة. تأتي من فعل بوندير قفزة. كأننا نقول صوتي. كما لو نقول صوتي إذا أردنا مقارنة أن بون المقصود بها أن سو المقصود بها أن سو إذا قفزة نو باسون أو دوزيام باراغراف نمر إلى الفقرة الثانية جولي لي سيلاب جولي لي سيلاب أنا أقرأ المقاطع اللفظية طبعا عندنا مجموعة مقاطع لفظية تنطق دفعة واحدة كوم إكزومبل أم أو إي سو برونونس موا لا يمكن تجزيء هذا النطق نقول مو ابخونا توا اذا كما واحد بان او اي تنطق و او اي تنطق و ام او اي تنطق مو تي او اي تي او اي تنطق توا اس او اي تنطق سوا اس او اي تنطق سوا ال او اي تنطق لوا ال او اي تنطق لوا ان او اي تنطق نوا N O I تنطق نوا R O I تنطق روا D O I تنطق دوا V O I تنطق فوا V O I تنطق فوا B E A I عموما E A I أو A I هذه تنطق مثل أو هذه تنطق مثل أو لكن لا يمكن أن نعوض بأو وإلا ستصبح عندنا كلمة أخرى طبعا هذه الحروف التي تعطي نفس النطق أو هي التي تنضاف لدى الحرف ب مثلا لتكون عندنا كلمة بو والتي تعني جميل لا يمكن أن نقول ب أو بأن تعني نفس الشيء بل كلمة التي تعني جميل لا بد أن تكتب بهذه الحروف رغم أن ب أ إي و ب أو أنها تعطي نفس الصوت
لكن BEAI هذه تعبر عن كلمة وتعني جميل. مثلا BEAI تنطق بو، SAI تنطق سو، SEAI تنطق سو بنفس الطريقة، DEAI تنطق دو، DEAI تنطق دو، LAI تنطق لو، LAI تنطق لو، CHAI CHAI تنطق شو، VEAI تنطق فو، VEAI تنطق فو. Si nous prenons le troisième paragraphe, on a joli les mots. On a joli les mots. أنا أقرأ الكلمات. إذن عندنا مجموعة كلمات التي سنقرأها. Si nous prenons le premier mot, on a un lapin. Un lapin. عندنا un lapin. Voilà, c'est un lapin. Voilà, c'est un lapin. Après, on a un melon. Un melon. Voilà, c'est un melon. C'est un melon. Après, on a une pomme. Une pomme. C'est une pomme. Après, on a un bateau. Un bateau. Voilà, c'est un bateau. Après, on a un canard. Un canard. Voilà, c'est un canard. Ensuite, on a chassé. Chassé, يعني أنك تمارس القنص. On a chassé, تقوم بالقنص, يعني أنك تصطاد بالقنص. On a aussi la pêche. Pêcher. في حالة أخرى عندنا اصطاد مثلا السمك. إذا نتكلم عن chassé, نتكلم عن صيد الحيوانات البرية. Aussi on a chassé. وأيضا عندنا chassé. إذا نتكلم عن la chasse, ونتكلم أيضا عن la pêche. نتكلم على شاس يعني صيد الحيوانات البرية، ونتكلم على باش يعني صيد السمك مثلا. Ensuite on a caché. On a caché يعني أنك تخبئ شيئا، أنك تخفي شيئا. C'est le verbe caché. هذا فعل خبأ. Et voilà on a la chasse. إذن عندنا هنا la chasse. La chasse يعني القنص. Et enfin on a sauté. C'est-à-dire bondir, يعني أنك تقفز. Si nous prenons le quatrième paragraphe, je lis les phrases. أنا أقرأ الجمل, je lis les phrases. طبعا la phrase المقصود بها الجملة. Les phrases, الجمل. Je lis les phrases. أنا أقرأ الجمل. La première phrase. La première phrase. الجملة الأولى. Le lapin a soif. Le lapin a soif. الأرنب عنده عطش. On a le verbe avoir. On a le verbe avoir. عندنا فعل avoir. هنا هاد اللي عندنا هنا هذا راه الصرف ديال avoir مع il. كما عندنا هنا نتكلم على لابان بحال تنتكلموا على il، بحال تنتكلموا عليه في الغائب. اذا نقول il a و bien le lapin a، يعني ان الأرنب عنده. طبعا هاد أفواغ تفيد الملكية ملي تيجي مرا اسم. طبعا سواف العطش، إذن اسم هذا، إذن ما جاش مرا فعل. إذن هنا هاد أفواغ تفيد الملكية. إذن نقول لابان أسواف. الأرنب عنده عطش. أقول مثلا أحمد أسواف، يعني أحمد عنده عطش. بالنسبة لي أنا أقول جي سواف. طبعا الصرف ديال الأفواغ مع جو تنقول جي، مع تي تنقول تيا. تيا سواف، أنت عندك عطش أو أنت عندك عطش. مع إيل أقول إيل أ بحال اللي عندنا هنا. إيل أسواف كما عندنا هنا. إيل أسواف يعني هو عنده عطش. نو زافون سواف، نحن عندنا عطش. فو زافي سواف، أنتم عندكم عطش. إيلزون سواف، هم عندهم عطش. إذا كما تلاحظوا بأن الصرف ديال الأفواه في البريزون نقول جي تيا إيل أ كما عندنا هنا. نو زافون فو زافي إيلزون. إذن هذا صرف فعل أفواغ، هذا صرف فعل أفواغ. ثم عندنا إيل بوا دولو، هو يشرب الماء. كما نقول هنا هو يشرب من الماء، يعني هو لا يستطيع أن يشرب الماء كله. هو لا يستطيع أن يشرب الماء كله، هكذا يفهم الأمر هنا، يعني هو يشرب من الماء كما نقول. إذا لذلك نقول il boit de l'eau.
ولنقول مثلا il boit l'eau بل نقول il boit de l'eau. Et enfin on a le cinquième paragraphe, je prends un mot de chaque rang et je forme une phrase, je peux en former deux. Je prends un mot de chaque rang, يعني انا اخذ كلمه من كل دائره. On a quatre rangs, عندنا أربعة دوائر. كما لما نقول ساكل وبيديسك، إذا نقول غون. عندما نقول غون فالحقيقة نعني به شيئا مدورا يسمى غون. ممكن أن كلمة غون تأتي كأدجكتيف، تأتي كنعت. نقول عن شيء بأنه غون، ونقول عن شيء مؤنث بأنه غوند، أو نقول عن شيء مؤنث بأنه غوند، يعني أنها دائرية. إذا جو بخون un mot de chaque rang, يعني أنا أخذ كلمة من كل دائرة et je forme une phrase et je forme. عندنا الفار فورمي يعني شكلة، ومن كلمة لا فورم يعني تنقول واحد عنده واحد لا فورم. لا فورم يعني شكل. et je forme وأنا أشكل une phrase وأنا أشكل جملة. je peux en former deux يمكنني. طبعا عندنا لفا بوفوار جو بو يعني انا استطيع او انا يمكنني ان فورمي دو. هاد اون تترجع للجمل المقصود به هنا. الا ما بغيتش ندير اون اشنو غندير؟ جو بو فورمي دو فراز، يمكنني ان اكون او اشكل جملتين. مادام انني ذكرت جمله من قبل اذا حتى لا اعيدها اقول هنا جو بو ان فورمي دو، يمكنني أن أشكل من اثنان. إذا ماذا يمكن أن أقول؟ فوالا لي كاتخون، أون لو شا، لو لابان، صوت، دوغ، دون، سيغ، لو توا، لو جاردان. إذا طبعا غناخد من كل دائرة، غناخد منها كلمة، من كل دائرة سآخد كلمة، طبعا سأجمع الكلمات فأحصل على جملة. في كل مرة سآخد الكلمة الأربعة فأحصل على جملة. إذا أخذت مثلا الدائرة الأولى سي جو برون لو بروميير رون اي سي جون برون ان مو، إذا أخذت من كلمة كوم إكزومبل سي جو برون لو شا، إذا أخذت مثلا لو شا سي جو برون لو شا كيسكون بو دير؟ جو بو دير كوم إكزومبل لو شا دور سور لو توا، لو شا دور سور لو توا. إذا القط ينام فوق السقف، لو شا دور، لو شا دور. اون لو فارب دورمير، اون لو فارب دورمير، عندنا فعل نام. لو شا دور، القط ينام سور لو توا، فوق السقف. سقف المنزل يسمى لو توا. إذا هكذا أخذت من كل دائرة كلمة وكونت جملة. إذا أردت أن أكون الجملة الثانية طبعا سأخذ بقية الكلمات. أقول مثلا لو لابان صوت دون لو جاردان، لو لابان صوت دون لو جاردان. الأرنب يقفز في الحديقة، الأرنب يقفز في الحديقة. فوالا اون فورمي دو فراز، وهكذا نحن كوننا جملتين. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.